اما هلا سلمى بتقول لمساحتنا التاليه ورح نحكي عن موضوع بهم كثير من الاهالي، هي المرحله الاولى للطفل. بالمرحله الاولى للطفل بيكتسب العديد من المهارات المختلفه، خصوصا اول 3 سنوات. نحن عم نحكي عن اكتساب مهارات مثل الكلام، النطق، التعامل، التفكير، طبيعه التعامل مع الاخر والتواصل، كيف فيني فعليا انا ساعد طفلي ببناء شخصيه سليمه، عدم الاتكال. هي تساؤلات يمكن تخطر ببال اغلب الاهل والامهات. صحيح نور، ويمكن كمان مع هاي خليني اقول المرحله العمريه اللي هي السنوات الاولى او الاشهر الاولى ل3 سنوات تقريبا، بيبدا في عندنا اسئله كثير عند الطفل، وفي كثير ناس او اهل بيعتمدوا انه هي الاسئله هيك بياخذوها مرور الكرام، الا انه هي الاسئله هي بتكون بمنتهى الدقه والذكاء، ولازم نحن نعرف كيف نجاوب الاطفال عليها، وايضا كيف نخلي الاهل يعرفوا يتعاملوا مع طفلهم بهي الفتره لحتى يقدر يبني شخصيته بطريقه صحيحه. كثير من هالاسئله رح نجاوب عليها مع ضيفتنا اليوم بالاستوديو رانيا عازر، وهي ماجستير في تقويم الكلام واللغه عند الاطفال. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم، صباح النور. يسعد صباحك. نحن بنعرف الطفل في اول 3 سنوات بيكون يكتسب مهارات مختلفه، وبنعرف في فوارق فرديه عند الاطفال، يعني نحن بنعرف الطفل بعد السنتين ببلش يكون جمله من كلمتين، بعد 3 سنوات ببلش يكون جمله من 3 كلمات، ببلش هون الحكي والأسئلة المتكررة من خلال 4 سنوات إذا بدنا نركز على المرحلة العمرية الأولى. خلينا نحكي عن هي المرحلة، إمتى ببلش هي الأسئلة بشكل مستمر؟ نحن بنعرف ليش ليش ليش، يعني هي دائما للأم. كيف فيني أنا أتعامل معها؟ لأنه الأم هي مصدر المعلومة وبنفس الوقت هي مصدر الثقة للطفل، لأنه ما فيك تقولي له ما بعرف أو بعدين بقول لك، بتأثر ببناء شخصيته وتكوينه للطفل. هلا دائما الطفل بنقول ببلش الأسئلة تقريبا بعمر 3 سنين. صحيح، لان بهاي العمر بهاي المرحله العمريه الطفل بيكون صار عنده مخزون لغوي جيد، فهو قادر انه يكون سؤال. لان بعمر 3 سنين تقريبا الطفل قادر يحكي جمله من 3 كلمات ل5 كلمات. صحيح، المخزون اللغوي عنده ممكن يكون 500 ل 800 كلمه، فهون بتبلش اسئله الطفل لانه هو حابب يكتشف العالم من حوله. وبهذا العمر كمان الطفل ممكن يكون راح على روضه، فهو توسعت الدائره اللي حوالي هذا الطفل، فبصير عنده اسئله واستفسارات اكثر لكل شيء موجود ببيئته أو مع العالم اللي هو عم يشاركهم حياته أو اهتماماته. هون بيجي دور الأم إنه هي تجاوب عن هاي أسئلة الطفل، بس بدها تكون كتير حذرة بالتعامل معه. أول شيء بدها تحسسه إنه هو عم يطرح سؤال، فهذا الشيء كتير له أهمية، لأنه هذا الشيء بيساهم بإنه هو يبني شخصية الطفل ويعطيه ثقة بنفسه. صحيح، إنه هو بلش يسأل أسئلة. صح إنه أوقات الأسئلة كتير بكررها الطفل، ويمكن الأم إنه تمل من هاي الأسئلة، بس هي واجبة للأم إنه لا تسمع للطفل. أهم شيء إنه مهارة الاستماع تكون عند الأم جيدة للطفل. صحيح، وما فينا نقدم له أي معلومة للطفل أو ما فينا نقول له إنه لأنه هي بتخزن فوراً عند أكيد الطفل. لأنه بهاي المرحلة بالذات هو الطفل عم يخزن وعم يكتسب، خاصة من أهله والمحيط اللي حواليه. أكيد في كثير من بعض الأسئلة اللي بتكون تكرارية، فيمكن الأهل أحياناً بيحاولوا كل مرة يجاوبوا بطريقة، وهي تعتبر من الأخطاء، لأنه أكيد. اليوم ممكن الطفل أول مرة سأل ما حس انه الجواب ارضى الفضول اللي عنده وبيعيده بطريقه اخرى وهكذا. اليوم كيف بيتعامل الاهل مع الاسئله المكرره، وقد ايه مهم انه ما نشتت ذهن طفلنا اليوم باجوبه متعدده؟ يعني هلا اهم شيء انه انا احاول اقدم له جواب لهذا الطفل، ما اتركه بدون جواب، لانه او ما اقدم له معلومه خاطئه. صحيح، لانه الطفل اذا ما اقتنع بجوابي فهو رح يبحث عن المعلومه من مصدر ثاني، وهون بتكون المشكله، انه ممكن المصدر الثاني اللي ياخذ منه الطفل يكون انه مصدر سيء او غير موثوق يعني. فلازم انا احاول حتى لو ما بدي اقدم له بهاي اللحظه او انا ما عندي جواب لهذا الطفل، له فيني نبحث انا وياك، او ممكن اليوم انا ماني قدراني ممكن بكره انه نقعد ونتناقش ونحكي. يعني ما تحاول الام تورجي الطفل انه هي ما انا مهتمه لهذا الشيء، حتى لو كان سؤال كثير مكرر او سؤال نعرف انه احنا نحترم البيئات وثقافاتها، ممكن في اسئله هي ما أنا لائقة من الطفل إنه يسأله للأم، فمشان هيك لازم نكون كتير حذرين مع هذا الطفل. هي أساساً المرحلة حساسة، يعني هي المرحلة العمرية الحساسة بتقع مسؤولية كبيرة على عاتق الأم بشكل كتير كبير، فخلينا يمكن نعطي بعض الخطوات الصحيحة لأنها كيف فيني هيئ طفلي مبدئياً من خلال هي الأسئلة للحوار. يعني أنا كيف فيني ببلش مع طفلي بعد 3 سنوات بنحكي أنا وياه حديث حوار لبناء شخصيته، يعبر عن أفكاره ومشاعره، لأنه هي اكتساب مهارات وثقافات. قبل كان مثلاً الطفل الشاطر اللي بيقعد ساكت
وعائل. لا اليوم مع التربية الحديثة لازم يعبر ويحكي عن مشاعره لأنه بتأثر ببناء شخصيته على المدى الطويل. تمام. هلا أنا ما فيني أقول بس من عمر 3 سنين، أنا فيني أقول من عمر السنة وقبل من وقت الولادة. صحيح. نحن دائما بنسعى لأنه نحن نعمل تواصل مع هذا الطفل. هلا صح انه الطفل بيكون ما بيحكي بس هو عم يسمعني. صحيح. فانا بحاول قد ما فيني كأم او كوالد، ما دائما نحط المسؤوليه على الام، كشريك تواصل مع الطفل دائما حاول اني احكي مع الطفل لانه الطفل سامعني. حاول اني يعني خليه انه هو عنده مشاعر ينفعل، حتى لو هو ما نوع عم يحكي بس هو قادر انه يعبر بانفعالي بابتسامه معي. هاي من المراحل الاولى بعمر الطفل، فانا دائما من وقت الطفل صغير انا لازم احاور ولازم احكي معه. نجي لعمر 3 سنين مثل ما قلنا بصير بيحكي جمال بيطرح اسئله، فانا دائما لازم ساعد الطفل على هذا الشيء وابني معه تواصل فعال، سواء كان تواصل بصري. دائما بنقول انه لازم الام تحكي مع الطفل مو اعلى من مستوى. صحيح. دائما مستوى النظر يكون يعني مع الطفل بنفس المستوى. حتى النظر للطفل وانت عم تحكي معه بيعطيه اهميه، مو مثل بتلاقي الناس ماسكه موبايلاتها او ما عم تعطي. انا بحس كشخص كبير بتضايق، فالطفل بياثر بشخصه. اكيد. مو بس هيك، ما تحاكي هي ومشغوله بشغل البيت. يعني تفرغ وقت للطفل وتقعد معه وتحاوره وتحكي معه لهذا الطفل. او اهم شيء مهاره الاستماع، تسمع له للطفل حتى لو كان هو عم يحكي شيء الام تعتبره انه هو ما في شيء. صحيح. ما انه مناسب لعمر هذا الطفل، ما لازم اورجي انه انت انه عم تحكي بشيء لانه هذا الشيء بياثر على ثقته بنفسه. هي اللي بنسمعها الجمله الدائمه انه قوم من هون، انت شو طبعاً. شو 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 بفهمك بهي القصص، انت بعدك صغير على هذا الموضوع. او مصادره الراي. اليوم نحن دائما بنقول الطفل يعني مراه العائله بطريقه حواره بالمستقبل. أكيد. انه هو كيف تعلم الحوار هو صغير على كبر. أكيد. بيبين هذا الشيء. الأساليب اللي ممكن تتعامل فيها الأم مع الطفل لتعليمه الحوار مع اختلاف الفئات العمرية واختلاف الفئات الاجتماعية. اليوم أيضا مو كل الأمهات قادرين يكونوا على نفس الدرجة من الوعي وإدراك. أكيد. هاي المواضيع يعني. هلا أول شيء بدي نبه كثير على نقطة مهمة إنه ردة فعل الأم. يعني هي لما بتنفعل وبتورجي الطفل هذا الانفعال، أول شيء الطفل رح يتعلم هذا الشيء. أيوة. كمان هو رح يتعلم ورح تأثر على قراراته بالمستقبل. وثاني شيء هو يمكن يصير انعزالي او ما بقى يشارك والدته بالاشياء اللي بتصير معه او ما بقى يحكي له هاي الاشياء. فهاي النقطه كثير مهمه، رده فعل الام وانه تختار الوقت المناسب لتتناقش هي والطفل. اذا كانت معصبه او اي شيء مضايقه فيفضل انه هي ما تتناقش مع الطفل. بس خلينا نعطي يمكن بسبب انشغال الاهل الدائم، يعني بنعرف انه الاب عم يشتغل شغلين وثلاثه والام عم تكون مشاركه بالبيت، فكمان عم تشتغل لساعات طويله. يمكن اعطاء مساحه صغيره للطفل قادره انه انا اسس معه حوار سليم وصحيح. يعني احيانا بيقولوا لك انه انا ما بقعد كثير لانه امه بتشتغل، بتتفاجئ لا لانه الام بتشتغل بس هي مخصصه نص ساعه او ساعه لهذا الطفل قبل ما ينام. وحوار قبل النوم كمان مهم لطرح كل شيء عم يحكي الطفل من مشاعر وتجارب وقصص خلال اليوم عم تصير معه. هلا كنا عم نحكي انه على مراحل الحوار هي بتختلف باختلاف الفئات العمريه. اكيد حكينا انه من الولاده للثلاث سنوات الطفل هو قاعد وعم يخزن عم يكتسب كل شيء من الاهل. نجي بعدين من 3 سنين لسبع سنوات حكينا انه ببلش يسال ويكرر بالاسئله. نجي بعدين من عمر 7 سنين لحد البلوغ، هون الطفل بيكون اكتسب مهاره الحوار. صار قادر يعرف انه هو عم يتحاور مع شخص، صار قادر يعرف انه هو لازم يتبادل الادوار مع هذا الشخص اللي عم يتحاور معه. الام من وقت يكون الطفل صغير هي لازم تعرف شو اهتمامات هذا الطفل وتهتم انه الاشياء اللي هو بيحبها تناقشه فيها. هون بتبلش هي تعلمه كيف طريقه الحوار من الاشياء اللي هو بيحبها. الطفل فبنبدا معه من الاشياء والاهتمامات والانشطه اللي هو بيحبها. وبهاي المرحله من 8 سنين للبلوغ كثير مهمه انه حتى لو هو ابدا رايه بقصه انا لازم اخذ بهذا الراي واسمعه. صحيح. لحتى ابني له ثقته بنفسه وبالمستقبل هو يكون قادر يحل مشاكله. وممكن بهاي الفتره انه الطفل يبعد شوي عن الام لانه بحس انه هو بده يستقل، في اشياء بده يحتفظ فيها لحاله. وعدم استهزاء برايه، يعني احيانا هي نقطه كثير مهمه. أكيد. لانه احيانا الطفل بيطرح رايه قدام الاخرين او قدام مثلا الاهل المقربين هي الدائره، بتلاقي في عمليه مزح او سخريه. صح. مؤذيه نفسيا على الطفل، بنشوفها للاسف بمجتمعاتنا بشكل كثير كبير. كثير. طيب خلينا نحكي كمان هيك قبل ما نختم حديثنا بعض النصائح
لكل الامهات يلي عم بيتابعونا، لانه الموضوع جدا مهم. نحن عم نحكي عن تاثير على شخصيه الطفل كلها، ممكن نغير حياته، مجرى حياته، من شخص قادر واثق بنفسه الى شخص اعتمادي احيانا، او خائف او جبان ما بيعرف ياخذ قرار. هلا اهم نقطه كثير بنحاول انه ننبه عليها الاهل، انه استغل اي فرصه لحتى اتواصل مع الطفل. ابتعد اكثر ما فيني عن الاجهزه الالكترونيه، لانه الطفل كثير عم بيلاقوا فيها وسيله تسليه، وسيله امان، يعني عم يتواصلوا مع اشخاص هن ما بيعرفوهم، بدل ما يلجأوا لاهلهم انه هن عم يتواصلوا مع هدول الاشخاص. فنحاول قد ما فينا نبتعد عن هاي الوسائل الالكترونيه، نحاول انه دائما نخلق حوار بيننا وبين طفلنا، نستمع له، نعطيه اهميه لرايه، نحاول نأثر عليه يعني بطريقة كتير إيجابية. وكتير كتير مهم أنه نستغل مثلا اللعب، الأطفال كتير بيميلوا للعب. صحيح. يعني فينا نلعب مع الطفل لعبة مثلا اسم حيوان، اسم أكلة، اسم هاي، فخلي الطفل يسألني وأسأله، فهون نحن بنكون عم ننميله شوي شوي أنه هو طريق اللعب المستقبل. أيوة، عن طريق اللعب. صحيح. عن طريق القصص، عن طريق الأغاني، هي كلها انه نستغل انشطه منزليه او انشطه داخل المدرسه او اي مكان لحتى ننمي هذا التواصل والحوار الفعال عند الطفل. اكيد. بالختام بدنا نشكرك على وجودك معنا، ونتمنى نكون فعليا طرحنا معلومه مفيده خلال الحوار. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا لك ولوجودك معنا.